السلام عليكم أعزائي، اليوم راح نشرح لكم على كيفية تصميم منظومة DCS أو ما تسمى بـ Distributed Control System، منظومة السيطرة الموزعة. راح نبلش وياكم بالمنظومة شيئا فشيئا. فأول شيء راح نبدأ، هذا عندنا مصدر للطاقة الكهربائية الوطني 220 فولت AC 50 هرتز. راح نبلش أول شيء ننطي إلى Power Supply بسيط، هذا Power Supply راح نجهز به بعض الأجهزة اللي نحتاجها في منظومة الدي سي اس. راح نجهز بها الشاشات، او راح نجهز بها هذا الهاب او السويتش، وايضا راح نجهز بها بعض الاجهزة اللي تحتاج الى باور مقدارها 24 فولت دي سي، وتيار تقريبا كل واحد يعني نص امبير ربع امبير هيك قيمة. فهذا اذا اول اجزاء عده هي مصدر للطاقة الكهربائية الاي سي 220، وعندنا هنا محول جهد من 220 اي سي الى 24 فولت دي سي. هذا الباور سبلاي هو 2 امبير، راح يجهز لنا المنظومه اللي راح تتكون من عندها اجزاء منظومه الدي سي اس.